لا تنفعك الا اعمالك، كلن يروح معك القبر وكلن يتركك، بكره ينسونك وكلن ينساك، تتمنى يا رب ارجعوا. والله اقسم بالله لا ارجع، ابغى ارجع. ايش تبغى ترجع تسوي؟ شيء واحد تكفى يا رب، رجعني ابغى اسجد يا رب، ابغى اصلي يا رب، ابغى اتضرع بين يديك. لا خلاص خلاص، الدنيا ذي ايام وليالي، ايام وليالي ولقاء الله ابد الابدين، إما في جنة ولا في نار. اجعل قبرك روضة من رياض الجنة، اعمل صالح والله تزين أمورك. كلنا استقمنا، حسينا بالحياة الطيبة، حسينا بالسعادة، أمورنا بخير ومرتاحين. والله العظيم، والله يا أخواني، ما في ألذ من السعادة مع الله. الله خلقنا لأجله، ما خلقنا لأجله، الله خلقنا لأجله. والله أنا متأكد أن كل واحد فيكم ما يبغى يموت على خاتمة طيبة شينة. كلنا نبغى الخاتمة الطيبة. ناس ماتوا على قرآن، وناس ماتوا على سجد، وناس ماتوا على غالي. تكفى يا الغالي، تكفى يا الغالي، والله ما حد يعلم. الصالحون يبكون، الصالحون يبكون، ما يدرون وش العمل. أحد من أهل السلف ينام وهو ساجد شايل هم حسن الخاتمة. يا الله، كيف حنا الواحد يسمع غاني ويطلع ويدخن؟ ملك الموت يأتي كل واحد، كل يوم يأتي ملك الموت. على إيش تبغى تموت؟ ما تبغى تموت على صلاة، ما تبغى تموت على عبادة. والله العظيم أنا ما أدري إيش خاتمتي، إني أشيل الهم يا رب حسن الخاتمة. والله ما أدري أنا حالي طيب ولا مو طيب، لكن الله سبحانه وتعالى غفور ودود رحيم. ما ظنك برب أدخل امرأة بغية الجنة؟ بس السود أسقط كلف الرحيم في الأرض يرحمه من في السماء. ما ظنك برب غفر الرجل قتل 100 نفس؟ فكيف أنت رجل مسلم تذكر الله؟ كلنا نقول لا إله إلا الله. والله ربك رحيم، ربك ما يرد عبده، ربك يفرح، يفرح بتوبة عبده. لله أشد فرحا بتوبة عبده. ما تبي تكون سبب في فرح الله لما يأتي يوم الحساب؟ والله من كان سبب في فرح الله في الدنيا أن الله ما يشقي في هذا المكان، لأنك فرحت الله. يأتي يوم الحساب إلا في صحيفتك أنت سبب في فرح الله. تظن الله يخيبك يا شيخ صلاح؟ أبدا والله لا، ترى استقمنا ها عشان الله. الله أكبر، ما استقمنا عشان الناس. لا والله أنا ما علي من الناس، أنا لو أدرس الحالي مبسوط دام الله معي، لأن الله يعلم السعادة وين هي، وهو اللي خالق السعادة وخالق الشر يعلم. إذا استقمت والله، والله وأنا متأكد إن الله راح يسعدك. الله يوفقك يا أخوان، الله يجزاكم الجنة أحبابي. يا مرحبا، يا مرحبا.